اخير هاي ويلكم هاي عايش ولادي باش راهو المحل اللي تخدم فيه تو واحد شي نخرج من الاوتيل ساعة مرات باش نمشي نتفرحت عارفك عملنا انفستيسمون كبير وعمل حاجه اوريجينال فهمت ولا تواو الكراسي وديكورات وكذا وحاجه به فهمت الماكله به الشرب به كل شيء مريك اجيك انت الفاتوره 900 واش بون برسك مليون احسبنا قسمنا حسبنا حسبت فلوسك على الطاوله صحيح ولا مديت لك 50 بوربوار الاخر مد لك 40 والاخر مد لك 20 وكل ولا تعبت كوش علينا في دار عرس فهمت واحد بون بالسلامة يرحم والديك تخرج في حجيت حتى تجي تخرج من الباب يخلط عليك السيرفور يقول لك راهم ناقصين 90 كيفاش ناقصين 90 تي ما حسبت فلوسك وكذا حاجة واضحة فهمت يا سيدي هوذهم 90 فهمت شكون الغالي تو الكليون ولا انت ما نظنش كان الكليون بالسلامة بالسلامة تعاود تحسب فيهم شكون قالك ما نكتمش في جيب فهمت احنا جايين باش نتفرهدوا ما جايين كي هي الفاتورة فيها مليون متاع ساعتين فهمت فيها مليون فاتورة متاع ساعتين جاي يا اخي انا العمال هنا بالخارج متاع زبش جاي شينيكك في 90 دينار 90 دينار هذوكم خذيتهم انت بوربور فهمت يحتمل اما صايي صايي حطيت فلوسك في جيبك ما وين عاود تحسب وين حسبتهم انت ناقصين وقتاش عاود حسبتهم ناقصين اي عايش ولدي ان شاء الله حلال عليك اي